تكريما لدورها الريادي في تحقيق التكامل مع المؤسسات الإنسانية التي تقدم الاحتياجات الأساسية للاجئين في الأردن، تم منح جائزة الشارقة الدولية لدعم ومناصرة اللاجئين هذا العام لمنظمة تلال السبعة للتنمية الاجتماعية، والتي عملت من خلال فريقها على صياغة آلية دعم تدمج في أنشطتها بين الجانب المعنوي والتنموي والنفسي، ونجحت في تنفيذ مجموعة من المشروعات المتنوعة في المملكة. اليوم شهدنا تكريم منظمة التلال السبعة للتنمية الاجتماعية لفوزها بالدورة السادسة لجائزة الشارقة الدولية لمناصرة ودعم اللاجئين. هذه الجائزة التي تنطلق من إمارة الشارقة، من دولة الإمارات، لتكريم جهود المنظمات والأفراد الذين يعملون لدعم اللاجئين في مختلف بقاع العالم لجعل حياتهم أفضل. وتستهدف أنشطة المنظمة الفائزة مختلف الفئات العمرية من الأطفال والشباب، بالإضافة إلى تحويل المساحة العامة غير المستخدمة إلى مساحات إبداعية آمنة ومبتكرة تمثل متنفسا للشباب ومنفذا لطاقاتهم الإبداعية. الدعم مثل هذا بصراحة بيعطينا دفعة مهولة للأمام وبيعطينا الثقة بأنفسنا أنه الحمد لله عم نعمل إشي. الإشي اللي عم نعمله وصلنا 8 سنين تقريبا، هاي نتاجه وبتفشنا للأمام يعني. طبعا أكيد نفس الفكرة، اللي بعده إيش اللي بعده، ربحنا هاي الجائزة، what's next. نحن دورنا كمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هدفنا نحن شراكة مع مؤسسة القلب الكبير، وما بعد نحن عملنا هاي الجائزة المشتركة اللي هدفها أنه نسلط الضوء على هدول الأشخاص والمنظمات اللي عم تطلع من المجتمع المحلي بهدف أنه هي تعمل وتدعم اللاجئين والنازحين الموجودين جوا هاي البلاد. الجائزة في مساعداتها تستهدف أكثر من 20 دولة حول العالم من خلال تقديم جائزة قيمتها 500,000 درهم كل عام للمشاريع الداعمة للاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دعم الجهود والمبادرات المتميزة في مجال العمل الإنساني في كافة أنحاء العالم. تسعى هذه الجائزة بأهدافها إلى تعزيز الأفكار الإنسانية من خلال تكريم المبادرات النوعية في مجال العمل الإنساني الذي يستهدف حياة اللاجئين والنازحين حول العالم. عبد الله الزعبي، قناة الغد، إمارة الشارقة.